يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نرى بعضا من الشباب في هذه الأيام يلبسون في أيديهم حلقة من البلاستيك، فهل يجوز هذا؟ سألتهم لماذا لبسوها؟ يسأل لماذا لبسها؟ إن كان يقول لبستها من أجل أن تدفع الضر أو من أجل تجلب الخير أو ما أشبه ذلك، هذا شرك. إن كان لبسها من باب التشبه بالكفار فهذا محرم، أنت منصحون، ولو هذا لا يخلو، إما يكون محرما وتشبها وإما يكون شركا والعياذ بالله. والرجل لا يلبس في يده حلي ولا يلبس شيء، هذا للنساء. نعم.